انا حرة اموت في الحرية. نفسي اعرف امثل واغني. من صغري عندي عيب فظيع، مش هعاقبك على الكلمة الوحشة وده كفاية قوي. دلوقتي بقيت اكتر هدوء. في حد بيعرف يضحك على ربنا؟ ما كلنا ساكتين. عشان نبقى كلنا احرار لازم كلنا يبقى لنا رأي. كل من تعدى الحدود كلها هتحر. يعني الجوازاء مثلا معروف انها مولي ومتحول مثلا، ده بقى اللي هو الكلام التقليدي. يعني لما يحصل الحدث فعلا انا نفسي مش عارفة هعمل ايه ساعتها، ومزاجي اعمل سحلية. بس انا من جوايا ده بيبقى تحدي شخصي، هل كلامهم هم صح ولا كلام المخرج صح؟ انه مش معنى ان انت تبقى ابن بلد يعني معناها ما عندكش من الوعي الفطري اللي تؤهلك ان انت تدير حياة مظبوطة لمجرد ان انت مش بتعرف تقرا وتكتب. فارس بلا جواد هو عمل سياسي من الطراز الاول، ظالم هيعاقب وبنفسه، وحق المظلوم هيرجع. بالنسبة لي السؤال اللي انت سألته ده يكفيني جدا. انا اصلا صعيدية من قنا مصر. ايماني بس مينوس استسينفا بتاعو، فخورة بان انا مصرية جدا، سيمون المصرية جدا. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي مستمعي ذات مصر، معنا ومعاكم النجمة المتألقة سيمون. اهلا بك يا سيمون. اهلا بك يا جمال، شرفتينا ونورتينا. الشرف لي. قولي لي فينك مختفية ليه؟ يعني بتغيبي وتظهري وترجعي تختفي تاني؟ لا انا مش بختفي خالص، انا يعني متواجده لاي عروض فنيه غنائيه او تمثيليه، ودي حاجه مش سهله انه الانسان يبقى يعني بيغني وبيمثل. يعني عاده هي المفروض حاجه واحده بس، فمن زمان قوي وانا بعمل الاثنين وماشيه الاثنين مع بعض، فدي حاجه صعبه. فبتحاول اتخير الحاجات اللي بتتعرض، وفي الوقت نفسه أواكب العصر الجديد في الأعمال برضو بما يليق باللي فات. بس فده اللي بيخلي لحد ما الخطوات بتبقى أهدى وأتقل شوية. طبعا، وبحكم كمان تغيرات كتيرة وبحكم يعني اختلافات، فأنا بحاول أتواجد وأتواجد بشكل لائق وكويس. بس حتى في الحاجات الثقافية ممكن، في العمل الخدمي ممكن أعمل حاجات ملهاش يعني جزء منها فن طبعا، بس أنا بهتم بالعمل الخدمي والندوات أو اللقاءات الثقافية لأنها جزء برضو من الفن. بس ما بقاش شغلك التواجد أو النجاحات بشكل زي من سنوات، يعني بعد مرحلة من العمر أو بعد مشوار في الفن نظرتنا للنجومية للنجاح للشغل بتختلف؟ هو يعني عيب ان انا اقولك انه اصلا ده ما كانش هيبقى مجالي من الاول خالص. يعني المجال الفني جالي صدفة والناس كلها عارفة الحدوتة يعني، انما من البداية وانا والدي الله يرحمه قال لي اختاري اللي تحسي بيه. يعني لما تحسي انك عايز تعملي حاجة اعمليها، انا ربيتك ودربتك على كده. فلو تاخد بالك انه من البداية خالص اول اغاني احنا عملناها من الحظ الجميل ان هي مثلا اول شريط كاسيت، اول فيديو كليب في العالم العربي، حفلات. فهي الفكره انه حتى اول مسلسل عملته في حياتي كان بطوله مع الاستاذ صلاح ذو الفقار وناس كتير عظماء جدا، بس كمان غنيت التيتر مع الفنان هاني شنوده. يعني يمكن حتى هذه اللحظه صعب تلاقي حد بيعمل بطوله وبيغني التيتر. فقصدي المشوار ماشي لوحده باختيارات طبعا، بس كان الاول مختلف. زيزينيا، حلم الجنوبي، ابو العلا البشري مع الفنان محمود مرسي، تواجدت مع الفنانه العظيمه فاتن حمامه في امور يوم حلو، اول فيلم في حياتي، الهجامه، مش عايزه اقول لك السي في كله يعني، ايس كريم كله. فمسرحيات، سينما، تلفزيون، غنى، حفلات، اغاني. دي حاجه مش سهله ان انت تعرف تعمل الخمس حاجات في ان واحد. بمرور الوقت الحاجات بتتغير والاشياء بتتغير، والشاطر اللي يواكب العصر بالشكل اللي يعني يليق باللي هو بيفكر فيه. بس دي وجهة نظري عموما في الحياة كلها مش في الفن بس. سيمون لو حبينا نلخصها بجملتين او سلوجان كده، سيمون، عارف احنا بنعمل تعريف للشخصية واحنا بنكتب، لو هنحط قدام سيمون تعريف للشخصية من وجهة نظرك يبقى ايه؟ سيمون بني آدمة.
بتحاول تكون انسانه كويسه خلاص حقيقة. بقدر المتاح وبقدر المستطاع. طبعا بحاول جدا انه يعني ابويا وامي الله يرحمهم يبقوا فخورين بيا وبتربيتهم ومدرستي وعلى فكره انا صاحبه حضانه معايا لغايه دلوقتي وصديقتي لغايه دلوقتي. عيد ميلادها كان الشهر اللي فات يعني من كام اسبوع كده. واصحاب المدرسه اصحابي برضو لسه متقابلين عاملين على الواتس كده. فبحب افضل زي ما انا يعني مش كلمه واحده يا سيمون. كل واحد ليه ملامحه الشخصيه في شغله وفي حياته العاديه. بس طبيعي مع المشوار بنتغير. ايه اللي متغيرش؟ لا احنا الاهم ان احنا نتغير للاحسن مش نتغير للأسوأ. اللي اتغير ان انا ممكن كنت زمان يعني مش حد بس يعني كنت ايه كده على طول. دلوقتي بقيت افكر اكتر قبل حتى ما اقول كلمه عاديه. بس اللي ما اتغيرش فيا انه مهما كانت مضايقتي ان افضل ابتسم واشكر ربنا على فضله ونعمه بصراحه. مش بقولك كلام عادي يعني، لا دي الحقيقه. امانه بنتكلم عن اصدقاء، عندي صداقات في الوسط، كل الوسط صحابي. طب ليه دايما بيقولوا ان الصداقات فيه قليله او قصيره او مش حقيقيه، ولا دي الديبيت بتختلف من حد لحد؟ لا انا ما عنديش اي، على مدار عمري ومشواري الفني كله اتحداك ان انت تلاقي اي مشكله عملتها. لا انا هتكلم اجمالا مش عنك انت بس يعني. لا اجمالا انا هتكلم عن اللي اعرفه عن نفسي في الوسط. لا انا ما عنديش لا كلهم صحابي وحبايب يعني كلهم صحابي. انا دمعت بس عشان وانا بضحك افتكرت الاحداث الداميه اللي احنا فيها. وهما قلت لك الصحه وان احنا كده، فافتكرت ان دي نعم تبدو ان هي بسيطه جدا وانما مقارنه بالاحداث اللي حاصله طبعا. يعني مش عايزه اتكلم في المأساة اللي كل العالم شايفها بنفسه، ويمكن كمان فلسطين من زمان بتعاني مش من دلوقتي يعني، ويمكن من أوائل الناس اللي عملنا حاجات زمان يعني من حوالي 20 سنة عملناها فارس بلا جواد مع الأستاذ محمد صبحي لما أنا عملت كونتيست جريس فتكهنت وتنبأت بكل اللي حاصل. مش تنبأت، هي دي يعني خطة كده مدروسة ومعمولة. وحتى طلعي بقى من سكاتك في سكة السلامة كلام، شوف من قد إيه الكلام ده. والحاجة الغريبة اللي حصلت ان انا كان عندي حفلة في القلعة قبل احداث غزة وفلسطين اللي حاصل ده، وغنيتيها وغنيت الاغنية دي معرفش ليه. حتى قلت لعاصم، عاصم فوزي الصديق الجميل اللي غنى الاغنية دي في المسرح، طلع على المسرح غنى الاغنية. انا حتى انا نفسي لغاية هذه اللحظة قبل احداث فلسطين معرفش ليه اشمعنى في الحفلة دي اخترت ان انا غني الاغنية بتاعت اطلعي بقى من سكاتك. معرفش. وبعدين احنا محتاجينها فعلا يعني. بعديها حصلت الاحداث على طول. الاغرب من كده ان حتى لما جاء احمد البرازيلي الملحن الجميل الصديق يعرض عليا الكلمات واللحن بتاع رمز الصمود واحنا في حاله المضايقات دي والواحد مش عارف يعمل حاجه غير ان هو طبعا الوسائل الجديده خلتنا نتابع قوي وكأننا بداخل العمل وبداخل اللي بيحصل، بس احنا مش عارفين نعمل اكتر من ان احنا نبقى بنعيط ومكتئبين ومتضايقين وبنتكلم ومتضايقين وبنشير الحاجات اللي بتحصل. فلما جاب الاغنية بتاعت رمز الصمود غنتها في 24 ساعة. وصديقنا احمد خيرت شركه مصر ميديا برودكشن قال لي احنا هنصورها وانتي بتغني. الغريب في الموضوع ان احنا لما زهناها بعدها ب 24 ساعه حصلت هدنه السلام عن كرامه وقوه. فدي برضو يعني رسائل ربانيه حلوه. ده ردا على انك بتقول اقول ايه لسيمون في كلمه. بص كل ده البني آدم عبارة عن أحداث وتفاصيل، كل واحد ليه تفاصيله وليه أحداثه. أنا بحكم الفن المشوار الطويل بتاعي
بتبع احساسي وطلع ان حدسي كويس مش وحش. بس على ذكر الاغنيه، انت شايفه ان توقيتها كان مناسب حتى وان كانت الناس مركزه مع الاحداث وممكن تكون شايفه ان انا هسمع في اغنيه او اتفرج على فيلم لاحقا، ولا كان توقيتها مناسب ان الناس تتعاطف و... انا كان توقيتها ان دي اللغه بتاعتي، ده دوري. انا مش صحفي او انا مش مصور في الاحداث او سياسي، ما قداميش حاجة. أنا كنت قاعدة، أنا ما كنتش عايزة أغني ولا حاجة، الصدفة لعبت إن هي كده. أنا قاعدة مشدودة من اللي حاصل، زي كل مواطن عربي طبيعي، من القساوة والأحداث اللي بتحصل. مش هقولك أطفال، بس طبعا الأطفال دي حاجة مخيفة مفزعة. مش عايزة أتكلم كتير عشان أنا الحقيقة كنت بعمل حوار مع يعني كلام مع إعلامية فلسطينية، وكنت ماسكة كده نفسي قوي وبتكلم كده، وفجأة بقى رحت فكيت، لا سبت يعني ما فيش تصوير وما فيش كلام وما فيش حاجة، خدتها وقعدت عيط. ما قدامكش انك تعمل حاجة غير ان انت ده على رد الأغنية يعني. لا هو دي طريقتي في الكلام، هتكلم ازاي وانت لما هتسمع الأغنية هتسمع. ما انا سمعتها هتعرف قصدي في الحكاية. بس كل من تعدى الحدود الأرض حتما ستعود. بمناسبة الأغنية، الجمهور يعني حبما في النجم عاوز يشوفه هو معاه في قضايا المهمة، باعتبار ان القضية دي أساسية للوطن العربي كله يعني، ولا مش معانا؟ شايف ان الجمهور مخطئ لما يبدأ يدور على موقفك كنجمة احنا بنحبها، انت معانا ولا مش معانا؟ ولا دي مبالغة؟ لأن كل واحد حر يقول أو ما يقولش. كل واحد حر، بس في حاجات كلنا مجتمعين عليها، مش بس إنسانيا ولا سياسيا ولا أي حاجة. يعني أنا بتكلم دلوقتي في روح، أرواح بشر بس. فلو التزمت الصمت يبقى أنت اللي عندك مشكلة. لا، ممكن ألتزم الصمت لان ما عنديش حاجة قوية اعرف اعملها، او ما عنديش في ايدي حاجة اعملها. ما كلنا ساكتين، على قد ما بنقدر بنعمل. زي ما قلت لك، انا الاغنية انا ما كنتش هغني، هي جات لوحدها كده. لكن زي كل الناس، بس اللي عايز يقول حاجة بس يقولها من قلبه فتمام. وكل واحد حر، وكل واحد محاسب لوحده في الحياة وبعد الحياة. فأنا وجهة نظري الشخصية أنه أنا واحدة من الناس هتلاقيني على مدار عمري قلما ونادرا ما أتكلم في دين، في سياسة، في كورة، في أحداث فنية، في تصارعات. مش معنى كده أن أنا ما عنديش رأي في كل حاجة كمواطن أو كإنسان عادي، ولكن بما أني واجهة إعلامية أو فنية فلازم أتخير كلامي بدقة وبعناية، مش أي حاجة لمجرد أن أنا حر. الحرية هو أن أنت تبقى عارف تفاصيلك أكتر، وتبقى تتحدث برقي وبالشكل اللائق يعني. بس لكن كل واحد حر. لكن أنا شايفة أن في القضية دي عشان نبقى كلنا أحرار لازم كلنا يبقى لنا رأي. القضية دي بالنسبة لي قضية إنسانية. أنا بستغرب دائما لما حد يتعامل معها أن هي قضية دينية. يعني هنا القضية دي بتاعتنا علشان الأقصى، هنا دي بتاعتنا علشان بيت لحم وكنيسة، هي في الأساس إنسانية بتاعة الكل. تصنيفها ياخد منها على يعني، ده رأينا. لكن مع ذلك رغم إن القضية مهمة لينا كلنا، لكن ما ادناهاش أهميتها في الدراما. يعني إحنا مجتمع، المفروض إحنا مجتمع غير قارئ بشكل عام يعني. فالسبيل الوحيد عشان تعلم أجيال جاية أو تأرخ للصوت الحقيقي دلوقتي اللي بيملك الحق وما يعرفش يحكيه ما بقاش يملك حق. فانت او كمجتمع عربي بشكل عام ما حكيتش الحكايه صح او حكتهاش اصلا. هل احنا انشغلنا بان احنا نعمل حاجه لموسم العيد فنجري عشان ايرادات، ونعمل حاجه لرمضان ونسيبنا حاجات اهم كان المفروض نركز عليها شويه؟ ما انا بدات كلامي ان انا قلت لك من 20 سنه احنا عملنا عمل ضخم جدا، ومش عايزه اقول لك بعيدا عن انتاجه والسفر في كذا بلد من سوريا ومصر و انما فارس بلا جواد هو عمل سياسي من الطراز الاول
وكتابة وإخراجا، وطبعا من السادة الأفاضل كلهم اللي شاركوا بجانب الفنان محمد صبحي اللي هو صانع الفكرة. إنما برضو زي المسرحيات لما عملنا، زي كل واحد، حتى كارمن، ما كارمن فيها أفكار، يعني الأفكار السياسية مش لازم تبقى خاضعة، يعني طبعا هي عشان الظروف الراهنة دلوقتي، لكن السياسة هي بوجه عام، أنا مش عايز أتكلم ولا في سياسة ولا في كورة ولا في حاجات دينية ولا الكلام ده، إنما هي الفكرة إنه هي ما هو احنا اذا توحدنا في الحق الطبيعي البشري هتبقى الدنيا مختلفه عن كل الاحداث اللي بتحصل والمجريات. واذا كل حد غلط غلط باين ياخد جزاؤه فيه، الدنيا هتختلف برضو في العالم كله مش في دوله واحده. فدي وجهة نظر عموما، مش حتى لو انت في شركة، لو الشركة دي ما تجازاش فيها اللي خد عمل حاجة خاطئة هيعمل تاني، هيغلط ومش هيعاقب. فبس انا شايفة ان الاحداث الاخيرة وبالذات ان هي عشان اتصورت وتشافت وكده، حتى الرأي العام اختلف عن الاول. فإن شاء الله يعود الحق والعدل والسلام للأراضي، وفلسطين وأهلها ياخدوا حقهم الإنساني قبل الطبيعي في الحياة، يعني الاقتصادي. يعني في الفترة، يعني في الحرب أو في الأزمة الأخيرة، طيب كانت السوشيال ميديا هي بطل المعركة، يعني هي اللي لعبت دور مهم مع الشباب وقدروا يوصلوا الرأي بشكل مختلف، وفن الإعلام في أوروبا وفي أمريكا كان خاضع لتزييف حقيقة أو حقيقة غير الحقيقة. مش كله التعميم خطأ يا جمال. لا أنا ما بقولش في أجزاء صح وفي أجزاء غلط، يعني مش دايما ولا أوروبا ولا العالم العربي، يعني التفرقة دي غلط. هو أو دي وجهة نظري أنا الشخصية، إنه أنت التواصل الاجتماعي قد يكون في حاجات مغلوطة وقد يكون في حاجات مظبوطة، وما وراء التواصل الاجتماعي احنا ما نعرفش مين. انا عارفه نفسي وعارفه ان دي صفحتك او عارفه ده كلامك، بس مش كل حاجه بتحسب بهذه الطريقه. بس طبعا عموما بعيدا عن السياسه، التواصل الاجتماعي فرق كتير في حياه البشر عموما، وحتى الناس اللي هي كانت بتشيل الحاجات علشان هم مش عايزين، هو صاحب الشركه بتاعه التواصل الاجتماعي فهو شايف ان هو حر يحط اللي هو عايزه ويشيل اللي هو عايزه، فدي برضو من ضمن الحاجات قد تكون حاجة بالنسبة له هي صح، بس بالنسبة للحقيقة غلط أو الإجمالي غلط. المؤكد يا جمال إن أنا يعني مش عايزة أسهب في الموضوع ده، لأن في ناس أقدر مني على الكلام بالشكل العام. أنا بتكلم من خلال إن أنا مواطن بيحاول من صغره يقرأ كويس، بيحاول ان هو يبقى متفهم لكل الوجهات النظر عشان يعرف يحدد وجهة نظره في الاخر الشخصية والفنية والإنسانية والسياسية والدينية والرياضية. في الفترة الأخيرة في أغنية كنت سمعتها، هي أغنية أعتقد سويدية أو إسبانية، كانت بتتكلم عن فلسطين. لا ما سمعتهاش الأغنية. تقريبا اجتاحت العالم كله. لا ما سمعتهاش. فالاغنيه نجحت لانها جايه من الطرف الاخر، فعشان كده احنا كنا مبسوطين فيه ان الاخر هو اللي بيغني وبيتكلم عن تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيه. لا انا ما بأمن. ولا انا ما بأمنش باللي انت بتقوله ده، ان الطرف الاخر. انا مؤمنه ان العالم كله عالم واحد مهما بدا ليك فرق اللغات، وان الانسانيه موحده. الانسانيه دي تخضع لحتى يعني الرفق بالحيوان مش بس بالإنسان، فاهم قصدي؟ فأنا مش ما التفاصيل الكتيرة ما أقدرش أتكلم عنها، عشان أولا زي ما أنت بتقول أنا مش هتكلم على أغنية معينة ولا هتكلم حتى على أغنيتي. أنا اتكلمت على أغنيتي. لا هتكلم، يعني هكمل أقولك إن هل ده برضو لو أسقطنا على نفسنا إن الفن العربي محتاج يراجع نفسه شوية؟ لا أنا مش عايزة أسهب وأدخل في دهاليز تفاصيلها مش عندي. أنا بتكلم بوجه عام، كل حتى لو تفاصيل معينة
اللي هيخلينا ان احنا نرقى بالاواضي بتاعتنا كلها ان احنا نتضافر بقدر الامكان في البديهي بس. فاهم قصدي؟ حتى انا ساعات الاقي ناس صحابي في ماتش كوره، مش مهم انت اهلاوي ولا زملكاوي، المهم تقول اللعبه دي اتلعبت حلو او اتلعبت وحش حتى لو انت من الفريق ده. فانا وجهه نظري الشخصيه، طبعا السياسه اقوى بكتير، والاحداث الداميه اللي بتحصل والقساوه اللي بتحصل، لان كل حاجه على قد حاجتها، كل ماتش على قد حاجته وتفاصيله. فانا شايفه انه الدخول في يعني الشارع الرئيسي هو الاهم، وبعد كده بعد ما نخلص الشارع الرئيسي ندخل بقى نخل. وانت كنت مش كويس، وانت كنت مش وين ده بعدين. انما عندنا حاله عامه مهمه وقويه، واللي بيساندها كويس جدا ان احنا ندعم ده ونقول فكرتنا بشكل راقي حتى لو اللي بيعمل غير كده مش راقي وهكذا. فاهم قصدي؟ انا وجهه نظري وكل اللي هممني دلوقتي ان الدمويه دي تنتهي تنتهي، والناس اللي بتدفن وهي حيه، والاطفال اللي بتموت، والستات والاسر اللي بتتدمر، ينتهي ده كله. وفي ناس اقدر مني ومنك، واحنا برضو في النهايه صحيح انا عارفه ان احنا قلبنا مكلوم، عيب اقول لك ان انا خايفه اكون البتاع بيتهز من جوه يعني من كتر مش هيقول لك اه ما بتمثل وبتغني. لا يا ريت والله، انا نفسي اعرف امثل واغني حاجات مش حاسه بيها. فاهم قصدي؟ فالاهم احنا في النهايه متعاطفين بس بنتكلم انا وانت، وجهه نظر الاعلاميه والفنيه مهمه بس مش هي الاهم. الاهم الخطوات الحقيقيه اللي تحصل على ارض الواقع. يعني حاجه زي الهدنه دي على قد ما هي 5 6 ايام يا رب تبقى ممتده اكتر، يا رب تنتهي خالص، يا رب توصل لحلول حقيقيه تبقى متوازنه. واللي هيخليها متوازنه من وجهه نظري زي ما احنا في يوم من الايام عملنا السلام، بس عملناه سلام بعد حرب وانتصار، فهي حاجه شبه كده، في حرب وانتصار ومن ثم السلام عن قوه وكرامه، وده اللي انا بدات بيه كلامي. بس نتمنى ان شاء الله. سيمون، برج العرب. مين؟ برج العرب. انا مش برج العرب، انا برج الجوزاء. جوزاء. خدت ايه من الجوزاء؟ اشمعنى بتقول العقرب؟ انت اللي برج العقرب، انت برج العقرب مش انا. خدت ايه من الجوزاء؟ انا ما بؤمنش قوي بالابراج. يعني في ناس تقول لي انت بتفهمي في الابراج، انا بفهم في البشر من خلال ان من لو انت من صغرك بتهتم بالزراعه، اول ما هتدخل هتقول الزرعه دي ما ترويتش بقالها 3 ايام، لانك مهتم وممارس لحاجه ليها معنى. انما بالنسبه لي طبعا الابراج حاجه مهمه وكل حاجه وفيها اجزاء صح وبسال الناس عليها، بس مش هي الاهم. هي فيها صفات مشتركه، بس في حاجه اسمها التربيه، في حاجة اسمها الأصول، في حاجة اسمها الأخلاقيات، في حاجة اسمها المدرسة، في حاجة اسمها المواقف اللي عدت عليك تفاعلت وتعاملت معها ازاي. كل الحاجات دي بتغير أحيانا، مش تغير الشخص، بتغير سلوكياته. فإنما الجوزاء أنا ما كنتش أعرف أصلا في الأبراج. اللي فهمتني الحكاية دي أول ما دخلت هي الفنانة فاتن حمامة، وأنا كنت في أولى جامعة وقتها. فاول ما دخلت سالتني انت برج ايه، فانا ما افتكرت دي حاجه في السينما، لان انا ماليش اي مجال سينمائي او فني، ولا والدي ولا والدتي ليهم في المجال اصلا. فقلت لها ازاي، فعرفت من عيد ميلادي، قالت لي عيد ميلادك امتى، انا قلت انت جوزاء زي، قلت لها زي حضرتك. انا مجرد المقارنه دي استمتعت جدا ان انا في مقارنه بيننا يعني. فبمرور الوقت بدات افهم يعني ايه تفاصيل حكايه. انا مولوده مع تشي جيفارا نفس اليوم 14/6. فبس مش هو ده الاهم، هو الاهم ممارستك للطباع اللي عندك واخلاقياتك وكده. وانا كنت سعيده الحقيقه ان انا خدت السنه دي من اليونايتد نيشن لجنه الفنون جايزه اكمال مسيره فاتن حمامه. يعني من حبي ليها وبدايتي ليها
ان انا اخد جايزه زي دي من اليونايتد، من الامم اليونايتد نيشن، يعني ما بحبش اتكلم اجنبي وانا في حاجه عربي. احنا عندنا مرادفات كتيره تماثل الاجنبي والفرنساوي والانجليزي، وبتعلم الماني دلوقتي. فده ردا على الابراج. في انا بس ببقى فاهمه عيوب ومميزات معينه لكل برج، فانا لو عايزه اضايق اللي قدامي هعملها، ولو عايزه اتغاضى مش هعمل. يعني الجوزاء مثلا معروف ان هو مولي ومتحول مثلا، يعني ده بقى اللي هو الكلام التقليدي زي ما يقولك العقرب بيقرص وبيعمل وبيلدغ لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. هو حضرتك لو انت مش موديه، هو حضرتك لو انا في عزة زي ما ابقى في فرح، ما هو اكيد لا ده رجعنا مسابقا، يعني نتكلم على الشخصيه. حتى لو الشخصيه بتاعتي انا دلوقتي في حوار معاك تمام، بعديها بشويه دخل طفل علينا يا حبيب ماما، طب ما هو ده كده يبقى تحول؟ اكمن انا قاعده بتكلم بطريقه معينه ودخل طفل علينا، اكلمه ازيك يا حبيبي اخبارك؟ لا، يعني لكل مقام مقال. الوحده بتمثلك ايه؟ عزلة، أريح، راحة، برضو لكل مقام المقال. لما تبقى وسط أصدقائك، وسط ناس بتحب تقعد معاهم، مع شخص أو مع حد أو مع ناس أو مع أطفال أو مع أيا كان حاجة، ولما تبقى لوحدك حاجة. كل حاجة ليها. هي دي جوزاء برضو ولا؟ ده دي جوزاء خالص. أصل كل الصفات عند كل الناس، يعني يعني بس. لكن لا بالعكس، ده في ناس تقولك وانت وسط ناس كتير او عيلتك او اسرتك، حاول تنعزل فترة من الفترات عشان يعني تفضي دماغك وقلبك شوية كده. على ذكر فاتن حمامة، انت تعاونتي مع فاتن حمامة، محمد صبحي مع حفظ الألقاب، صلاح السعدني، كل واحد فيهم مدرسة مختلفة. استاذ محمود مرسي، سامة انور عكاشة، استاذ ابو بكر عزت، فنانه معالي زايد. انا مش عايزه انسى حد، لان انا تعاملت مع ناس عظماء كتير جدا. يعني كنت محظوظه ان في بدايتك اشتغلت. جميل راتب ده مدرسه لوحده، ده حبيبي، ده الله يرحمه. ايه اهم حاجه تميز مثلا فاتن حمامه، صبحي، صلاح السعدني؟ لا 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 يليق ليا ابدا ان انا اوصفهم حتى لو ده رايي او لا لا. لا ده مش توصيف ولا تقييم، بس اكيد وانت بتتعاملي مع لا 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 لا، هم 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 فنانين بعيدا عن انهم بياخدوا يعني واخدين الالقاب والحاجات اللي تليق بيهم وبمشوارهم، انما انا من حظي الجميل الرائع ان انا تعاملت وانا اصلا ماليش اصلا في المجال خالص. فتخيل ان انت اما تدخل من الباب من باب الرئيس. يعني باب كبير قوي وباب عظيم، وفي الوقت نفسه اللي القاسم المشترك مع اغلبهم اللي هو انا مش اتعلمته بس هو فيا بطبيعتي، اللي هو مش هقول لك كلمه تواضع بس انسانيه طبيعيه. يعني هما ما بيتعاملوش خالص، يعني مستحيل تشوفهم تحس ان انت بتتعامل مع حد ايه ده فلان، لا خالص. بيتعاملوا في منتهى البساطة والرقي اللي هو أخلاقيات الفنان المظبوطة الطبيعية، يعني الإنسان مش الفنان بس نظرا طبعا للشهرة و ممكن أنه يتغير، ممكن يتحول، لكن القاسم المشترك بين الفنانين الكبار في فنهم وكبار في موهبتهم وفي أعمالهم وفي اختياراتهم وفي نجاحاتهم هو التماثل لإنسانيتهم وعدم التغيير خالص. وبجد مش يعني أول حد في حياتي شاف المونتاج مثلا بتاع يوم مر يوم حلو، كان الفنان الجميل نور الشريف، اللي من القلائل اللي أنا ما اشتغلتش معاه وكنت متمنية ان انا اشتغل معاه. يعني عادة كان عندي زمان، على ذكر ان انت بتقول ايه اللي اتغير فيك، اللي عايز يشتغل معاه اوكي. لا ده من الناس اللي انا كنت اتمنى اشتغل معاه، وهو كان كل ما يجي ادوار يطلع بنته فيقول لي ما ينفعش تبقي بنتي، يطلع مراته، فالسن بتاعي ما كانش مناسب للادوار.
انما هو اول من تنبأ ليا في المونتاج والميكساج، وانا كنت بغني وقتها اغنية انا حرة اموت في الحرية، وبالمناسبة انا اللي لحنتها على الهوا في الميكساج، ومزاجي اعمل سحلية. فما طلعت قال لي انتي فنانة كبيرة وهتبقي هايلة وكلام كبير كده، انا كنت بس ببص فنان نور الشريف. يعني كنت مستمتعة بس ان حد بالجمال ده بيقول لي كده. وهكذا هتلاقي كل الفنانين الطبيعيين العظماء الكبار في فنهم بيتصرفوا بالطبيعية، ما فيش حتة بيسموها ايه تكبر. بس طبيعي كل واحد فيه حاجة بتميزه أو ضافت لنا، مثلا فاتن حمامة الذكاء والإدارة الموهبة بشكل جيد، صبحي يقال الالتزام والصرامة، صلاح السعدني الثقافة، فكل حد فيه حاجة بتاعته أو حاجة تخصه. أه طبعا صبحي مثقف وده ملتزم، لكن في حاجة كنت دايما. هقول لك، كنت هرد كده. أه طبعا، بس في كل واحد فيهم حاجة بتبقى هي أكتر منورة، ودي اللي ممكن تنطبع على الأشخاص اللي حواليه. يمكن اللي انت بتقوله هاخد جزئية منه، لان طبعا انا مش لا يعني ما لا يليق ان انا ادي تعبيرات عنهم، لا ولا اراء ولا اذواق ولا الكلام ده وجهة نظري انا الشخصية، مش نوع من انواع التواضع الزائد، لا دي الحقيقة يعني. لكن ممكن اتكلم باللي انا شفته في تعاملهم معايا. يعني مثلا زي ما حضرتك تفضلت، الفنانة فاتن حمامة كانت هي اللي قالت لي اني اخلي تركيزي في شغلي وفي عملي، وكانها يا اخي كانت عارفه ان السوشيال ميديا والحاجات اللي هتحصل بعد كده، انه ما تنجرش في اشياء ملهاش علاقه بشغلك وفنك ومستقبلك وحاجات شخصيه وحاجات فنيه وحاجات عائليه وحاجات ده قال ايه ودي قالت ايه. فانا وقتها ما كنتش فاهمه قوي هي قصدها ايه، ولكن بمرور الوقت هي قالت لي كملي وامشي بشكل اللي هو الذكاء الحقيقي، مش الذكاء المتصنع او الذكاء الصناعي. لا هي ذكاء حقيقي جدا، وإدارة موهبة بشكل جيد. إدارة الموهبة بتاعتها أيا إن كانت، أنا موهبتي في الغنى قد إيه أو في التمثيل قد إيه، أديرها بالشكل القوي اللي يخليها في مكانة حلو. ده بسبب فتح حمام. أستاذ محمود مرسي كمان من الناس اللي كنا بنقعد نراجع سوا، فانا افتكر ان هو عايز يشوفني انا حافظه الحاجات ولا لا، لا فابو العيله البشري الجزء الثاني، اتاري هو عايز يشوف رد فعل حد مش متمرس في الفن لسه جديد رايه الطبيعي ايه في اللي بيحصل واللي في بيتقال والاداء، وفي الوقت نفسه هو شايف ان انا انسانه ذكيه بالفطر، بعيد عن ان هو جوزاء وفاتن حمامه جوزاء. ما انك بتحب الابراج. علامات كده بتيجي كده. فالمهم يعني، فده الاستاذ محمود مرسي وبرضه بيتصرف فانا قلت له انا حافظه، قال لي لا انا عايز اشوف احساسك ايه باللي اتقال. قلت له انت كنت عنيف شويه، وانا كنت تلقائيه اكتر كمان من دلوقتي يعني. قال لي صح، تخيل. قال لي صح. انا بعد السنين دي طبعا الحاجات دي في ذاكرتي في الوعي عندي. هتلاقي صلاح السعداني بقى ده كمان يعني، حتى لسه ناس مشيرين مشهد بيني وبينه في حلم الجنوبي، حاجه جميله قوي الحقيقه يعني، مشهد جميل. والاستاذ صلاح السعداني ربنا يديله الصحه والعمر، وانا من حظي ان انا اشتغلت معاه ومع ابنه احمد السعداني في عيشه قنديشه الكبريت الاحمر الجزء الثاني، مع الاستاذ عصام الشماع، الدكتور عصام الشماع كتابه واخراج، والساده اللي مشاركين في العمل كله. استاذ صلاح بقى يعني ابن البلد العمده بتاعنا، اللي هو بيبقى قاعد في الكواليس زي في التمثيل زي في الحياه، ما تشبعش من اللقاء معاه والقعده وكمان وانت بتشتغل بيبقى تحس ان هو بيوجهك للطريق من غير ما يقولها بشكل، هو عقرب على فكره. بما انك بتؤمن بالابراج يعني، من غير ما يعني ابقى اعمل كده وفي مخرج طبعا الاستاذ جمال عبد الحميد وكده. فهو الاستاذ صلاح سكر
يعني استاذ ابو بكر عز كمان بصراحه الكواليس بتاعه حلم الجنوبي لا تتكرر صراحه، اكتر كمان من المسلسل نفسه لا تتكرر، بالذات العيله الاسكندرانيه، لان احنا ما تقابلناش مع العيله الصعيديه، استاذ حسن حسني واستاذ جيان فاض، مش عايزه انسى حد، محمود الجندي. محمود الجندي صح، انت بتتكلم على حاجه اول امبارح فعشان كده مش فاكراها قوي، استاذ شوقي شامخ انا قلت اسمه. حتى احمد السقا كان طالع ضابط دور كده، يعني ناس كتير قوي، ناس كتير قوي، هادي صادق، بزاوي، ناس كتير، انا مش عايزه انسى حد عشان ما اروح هنسى حد. ده الاستاذ صلاح برضو، استاذ جميل راتب اتقابلنا في عائله شمس، دي كانت اول بطوله بقى بسافر فرنسا، هي بنت اسمه يعني دكتوره، اول دكتوره مخ واعصاب في مصر، ولغايه دلوقتي عرفت قريب ان مفيش دكتوره مخ واعصاب جراحه، شوف بقى من كام سنه انا عامله الدور، وان هي البيت بيقع وبتزلزل وكده، وهي ما بتتزلزلش وبتكمل طريقها وبتسافر بره وبتكمل، ويعني الفكره بتاعته كانت هايله. فكان معايا الاستاذ جميل راتب، انا اللي كنت مع الاستاذ جميل راتب، شخصيه من اب واخ وصديق وفنان ومن امتع الناس اللي تشتغل معاهم الحوار. ايه ده، هو المشهد خلص تحس انك ايه ده عايزه يبقى 3 ساعات من كتر ما هو يعني المشاهد اللي انا اغلب الدور بتاعي كان معاه هو، يعني كان طالع عمي وناس كتير قوي كانت في المسلسل ده، وده من اجمل المسلسلات. انا ما اعرفش ليه عيله شمس ده ما بيتعرضش، ده تبع التلفزيون يعني، فاتمنى انه يتعرض. برضه عملت حدثه في الهرم مع الاستاذ احمد عبد العزيز، 30 شخصيه مختلفين وبرضه ما بيتعرضش رغم ان هو برضه تبع التلفزيون. الفنان محمد صبحي طبعا، احنا عملنا 3 مسرحيات، ودي حاجه صعبه جدا ان انت تعمل كل يوم مسرحيه شكل، يعني حتى هذه اللحظه مفيش حد بيعمل كده من ايام يوسف وهبي. عارف يعني ايه تعمل مسرحيه كل يوم واحده شكل وثلاثه مختلفين، يعني لعبه الست غير كارمن غير سكه السلامه. يمكن من مميزاته بالنسبه لي الاستاذ صبحي ان هو طلع اشياء مخزونه جوه عندي ما حدش تجرأ ان هو يفكر يطلعها، يعني ان انت تمثل اول مره مسرح وتبقى بطوله وتعمل 3 شخصيات وتعمل كوميدي وتعمل تراجيدي وتغني فصحى مع الاستاذ عمر خيرت والاستاذ ياسر عبد الرحمن والاستاذ حسن عبد الله وكلمات محمد بغل. يعني اقصد اقول انه عاده إن انت لما بتبقى نمطي اللي هو سيمون لذيذه في الحاجات الخفيفه، تغني تاكسي، تغني بتكلم جد، تغني مش نظره وابتسامه، ماشيه وساعتي مش مظبوطه، رغم نجاحاتهم العظيمه اللي لغايه دلوقتي، مش قصدي عظيمه، نجاحات اللي اتعملت يعني اللي هم شايفينها كويسه وما زالت لغايه دلوقتي، اوكي؟ انما ان حد يشوفك بوجهه نظر تانية وانت لا تخزله فيما فكر فيه، فدي حاجه معناها ان هو عنده من الذكاء الفني الكويس جدا، انه وانا عندي من الثبات ان انا يعني هو وثق فيا وانا كنت قد هذه الثقه. فده بالنسبه للمسرح، نظرا برضو ان احنا عملنا المسلسل بتاع فارس بلا جواد، ان انا اطلع كونتس جريس وتتكلم بطريقه لدرجه ان انت بعد شويه تصدق ان دي كونتس خواجيه بجد، رغم ان هي وطنيه جدا ومواقفها والحاجات اللي تابع المسلسل يعني. فلا طبعا الاستاذ محمد صبحي فنان، مش انا اللي حدي رايي فيه، بس انا بدي رايي في اللي حصل بيا انا في التفاعل يعني، وكيمياء فنيه رائعه، لان المسرح ده محتاج كيمياء. لو دلوقتي قلت لك هجيب لك ورقه قلم وتغمضي عينيك 5 ثواني وترسمي، ايه اول حاجه هتيجي في بالك؟ على فكره انا كنت برسم وانا صغير، بس عشان ما اكذبش عليك انا يعني لما اقول لك اي حاجه دلوقتي غير لما يحصل الحدث فعلا، يعني لما يحصل الحدث فعلا انا نفسي مش عارفه هعمل ايه ساعتها، لان ساعتها هرسم اللي في دماغي، انما دلوقتي ممكن اقول لك حاجات فعلا في دماغي برضو بس مش هي اللي هرسمها لما يجي الوقت. يمكن انا عندي دايما في قلبي وروحي ابويا وامي الله يرحمهم،
عشان هما الحقيقة يعني طبعا كل يعني المتعة لنا حق وكل حاجة، بس هم ماتوا صغارين وبصحتهم كان ممكن يقعدوا أكتر. ويمكن برضو أنا عارفة إن أنا مش قصدي أدمج الأمور ببعضها، بس يمكن على قد ما اللي حاصل في فلسطين ده حاجة قاسية جدا، على قد ما هي بتخليك كل ما تفكر في حاجة تقول طب، وكل ما تفكر في حاجة مضايقاك طب. فالمقارنات دي هحاول ارسم بابا وماما. لما مشوا غير فيكي؟ بابا مشي فجأة، ومش مهم ازاي وليه دلوقتي، بس يعني كان حدث وحش ومش محترم بالنسبة للناس اللي عملت كده يعني. انما هو كسر الظهر جامدة جدا، وانا كنت متضايقة جدا وكنت صغيرة كمان، كان بقالي سنتين ثلاثة بس في الوسط الفني، وبابايا ما افترقش عني من ساعة ميلادي اللي بيوديني المدرسة للجامعة للشغل لمات فجأة. فإحساس صعب قوي، لدرجة ان عيب اقول لك ان انا وانا قاعدة دلوقتي على الكرسي وعارفة ان هو بظهر، لكن في اي وقت لو الظهر ده بقى الكرسي من غير الظهر ده هتلاقيني ما اقعش يعني، هتلاقيه رحت عاملة كده فجأة. هي حاجة تبدو ان هي ملهاش معنى، بس دي الحقيقة. لما الظهر بيتكسر ما بتثقش ان في ظهر خلاص، مهما بدا ليك ومهما انت في أوضة والكلام ده. ولكن على قد ما هي قسوة الحدث ده بالذات، على قد ما خلى ان اي حاجة تيجي بعد كده لا تقارن بما حدث بعديها بكتير. مامتي ماتت الله يرحمها برضو بالسرطان، هم عادة انا كنت لسه عند بهية، ودول ناس عظماء جدا، وكانت حملة جميلة الحقيقة عملناها في عز أزمة فلسطين برضو، لأنه برضو هنا وهناك في حاجات مهمة هنا وهناك، وهم كانوا بنعمل تبرعات ليهم هناك برضو في فلسطين. فكل حد كان بيقول كانسر، قلت له لا ما تدلعوش ولا تقولوا بالأجنبي، هو اسمه سرطان، هو مرض السرطان، واحنا جايين هنا عشان لا يتفشى السرطان لا بداخلنا ولا اي سرطان خارجنا. اوكي، ببطولة وقوة واصرار. لان انا كان قاعد جنبي سيدات فضليات تشافوا وتعافوا من السرطان وكملوا في الحملة، ومنهم دكاترة ومنهم ناس عادية، فاهم قصدي؟ فاذا السرطان مش مجرد مرض، هو السرطان ده موجود واسمه سرطان، وهنقهره بداخلنا وخارجنا ولن نجعله يتفشى بالقوة والصمود. فهم حسوا ان انا بتكلم على الاتنين في بعض، لكن لا دي الحقيقة. فليه بقولك كده؟ مامتي توفت بالسرطان، وطبعا برضو كانت خبطة جامدة بعد خبطة بابايا، بس زي ما بقولك خبطة كسرت الظهر ساعتها بقى لما هقعد على الأرض. أوكي يعني، فالله يرحمهم وإن شاء الله يكونوا في حتة أجمل. هو اللي حصل إن هم قالوا إن هو تسمم فسيخ، بس هو ما كانش تسمم فسيخ، هو كان الصفائح محقونة بسم التعابين. ما ده حدث كده جلل قديم، مش ليه وقعة قديمة، لكن يعني نعم ويتقفل. يعني يتقفل، يعني الموضوع اتقفل، مش وسائل اتقفل ولا اتفتح، يعني ده موضوع بقى. المهم ان انا ابويا توفى وده الاهم عندي، فاهم قصدي؟ وكل وقت ليه ناس، ويعني هو في النهاية سواء مات كده، وده اللي انا عرفته بعدين، سواء مات كده او كده هو توفى الله يرحمه، وقته كان هو ده وقته ومعاده. عشان كده من شويه سالتك على الوحده، ان بعد رحيلهم اكيد بعد ما بيمشوا الغاليين او المهمين الحياه كلها بتتغير، كل حاجه بتتلخبط، هي بتتغير او بتتعدل بشكل تاني، بتتغير، بس بيجي ناس مهمه وناس كويسه في حياتك مختلفه، لان هو الاب والام واحد، لكن في ناس كتيره في حياتك بتيجي وبتملى فراغات حلوه وجميله ومشاعر جميلة ومشاعر مختلفة ملهاش علاقة بمشاعر الأب والأم، لأن الأب واحد والأم واحدة.
بس. والتيتا واحدة برضو حبيبتي عشان الله يرحمها. راضية بنسبة قد ايه عن مشوارك الفني؟ سواء في الفني او في الحياة؟ هو يعني طبعا المفروض ان انا ابقى اقول لك انا راضية بنسبة، لا انا كل مادة بحاول اطور من نفسي، ومش اطور فني بس، لا اطور جواي. يعني انا مثلا من صغري عندي عيب فظيع، ان انت لو قلت في حقي كلمة كويسة ما انساهالكش ابدا، ولو قلت في حقي كلمة وحشة ما انساهالكش برضو. اوكي، الفرق بس ان انا مش هعاقبك على الكلمة الوحشة، وده كفاية قوي. لكن هحاول اعمل حاجة كويسة في الكلمة حلوة في حقي. دلوقتي بقيت اكتر هدوءا، يعني دي الحاجة اللي انا طورت نفسي فيها. فكل مدى الانسان مش بيغير طباعه، بينقح طباعه الأساسية اللي موجودة جواه. أصل أنت لو عنيد هتقلل من عندك، ممكن طبعا في يوم من الأيام تبقى أنا كنت عنيد على إيه، بلا عبط ولا ممكن، ولكن أنا قصدي أن أنت تروض طباعك الطبيعية بتاعتك، وتحاول تحاول من غير ما تدوس على نفسك، تدوس بالشكل الملائم ليك. دي وجهة نظري. فأنا بحاول طبعا الفن ده حاجة مهمة جدا، بس مش هكذب عليك وأقولك كلام تقليدي، أنا سيرتي أهم جدا من مسيرتي، بجانب مسيرتي. يعني أنا يهمني جدا جدا إن اللي شافني في يوم من الأيام وسلم عليا، حتى لو ما شافليش ولا أغنية ولا فيلم ولا أي حاجة، وبعد كده يعرف إن أنا كنت فنانة، يقول بس هي على المستوى الإنساني كويسة. بس ومش كلام تقليدي ولا كلام ما لازم لا. وبعدين انا ممكن كممثله شاطره اضحك على الناس كلها، بس في حد بيعرف يضحك على ربنا؟ محدش يعرف يضحك على ربنا. علاقتك بربنا دي علاقه خاصه جدا، واحنا كلنا في الحياه، انت بتقول احنا لوحدنا في الحياه، طب ما احنا هنطلع كل واحد لوحده برضه، صح؟ بس علاماتك في الوصف في مشوارك الفني سواء مع الاستاذ صبحي او صلاح السعداني او ايس كريم في جليم، باعتباره حاله مختلفه كده في السينما، شايفه ان كان المفروض موهبه سيمون في التمثيل اللي الكل اتكلم فيها وكلنا عارفينها، وفي الغنى، بس المشوار مش على قدر الموهبه. احنا ما بتحسيش ان انت كان المفروض اكون اختياراتي مش صعبه قوي كده اتواجد اكتر، ولا خلاص الموضوع مش بنفس الاهميه؟ طب وايه رايك لو كان العكس؟ دكتور على موهبتها؟ لا خالص. لا يعني قصدي تختار ده ولا تختار ده؟ اختار اللي يبقى مظبوط. لا يبقى انت في الجنه بقى. لا انا بقول لك اختار، ربنا بيقول لك تختار ده. السؤال اللي انت قلته دلوقتي ده مش المفروض انا كده ابقى قاعده عامله كده؟ يعني اروح رافعه كده الله وانا موهبتي اكتر وعينيا تلمع وكده؟ طب لو انت مش هتقول لي السؤال ده بس من جواك وانت بتعمل معايا عشان نجمه كبيره وكده بس مش على قد كده يبقى احلى؟ لا طبعا. بس خلاص، عشان كده سالتهولك. هو كده، عشان عارفه كويس. هو كده، انا بالنسبه لي السؤال اللي انت سالته ده يكفيني جدا. طبعا طبعا انا احب ان انا اخد، مش بسبب اختياراتي، لا انا بختار بالمتاح. هو انت محسسني مثلا ان انا بيجي لي كل المسلسلات وانا اقول ده هاخده ده مش هاخده، او بيجي لي كل الاغاني فاقول ده لا طبعا انا بشتغل بالمتاح بس المعروض ليا. ايوه، ما هو اللي بيتعرض عليك يعني من الحكم اللي بيتعرض عليك. بس يعني في حاجات رفضتيها فراحت عملت بوم مع حد تاني؟ فين بوم ده؟ انت عارف ايه اللي اتعرض عليا وايه اللي اتعمل يعني بوم؟ كم حاجه يعني. لا بوم من وجهه نظرك مش هي، لا مش مساله ندمت ولا ما ندمت. على انا لو غلطت في اختياري هقول، يعني لو انا اخترت حاجه وكنت اختارها، لا انا احساسي الاولاني. وممكن تكون هي يعني مثلا على سبيل المثال الست صباح بين السرايات، اصلا انا كنت لسه مخلصه بقالي فتره طويله في الذهن بتاعي، ودي حاجه كويسه ان الدور بتاعك يفضل في الاذهان ان انا كونتيس وكده، فانت لما تشوفني تحس ان انا كونتيس وسجريس بجد وبتكلم فرنساوي بجد وكده. ف
فما تعرض سامح عبد العزيز المخرج الجميل قال لي على الست صباح، قال لي انا واثق ان انت هتعملي الست صباح حلو جدا، بس هم بيقولوا دي كونتست جريس يعني. فانا الجمله دي من جوايا قلت لهم ما هم معاهم حق برضو، بس انا من جوايا ده بيبقى تحدي شخصي، هل كلامهم هم صح ولا كلام المخرج صح، ولا انا اقدر اعمل الدور ده. فمش عايزه اقول لك انه لحد هذه اللحظه يقولوا لي اما دور الست صباح ده دور حلو قوي، فاهم؟ اللي هو بتاع بين السرات ست بنت البلد اللي بالرغم ان هي ما اتعلمتش، وان هي دي اول سايس عربيات تبقى ورثت ده عن ابوها، وما اتكسفتش ان هي، ورحت شفت السياس الستات اللي بيعملوا كده وقتها في سنه 2014، وفي الوقت نفسه ان هي عندها مطابع لتوعية وثقافة الناس رغم ان هي مش متعلمة، بس بتثقف الناس، وعايزة تعلم ابنها الصغير رغم انه ما بيحبش التعليم، اللي هو يوسف الصغنطوط ده كان اول مرة يمثل في حياته برج العقرب، كان بيسمع كلامي جدا. يقول لهم كلهم كده، يجي عندي ايوه يا ماما، اقول له ايه الادب ده؟ ايه الحلاوة دي؟ سكر. فيعني الست صباح على قد ما هو يبدو ان هو دور حلو وبس، لكن وراه دروس غير مباشرة، انه مش معنى ان انت تبقى ابن بلد وابن طبقة مش متعلمة، يعني معناها ما عندكش من الوعي الفطري والثقافة الطبيعية اللي تؤهلك ان انت تدير حياة مظبوطة، لمجرد ان انت مش بتعرف تقرأ وتكتب، وممكن العكس. فأقصد أقول إنه ست صباح من الأدوار الجميلة لأنها فيها حاجة، فكرة مهمة جدا، والأهم من كده إن ليها مشاهد، إن هي لما بتلاقي طالب مش قادر يدفع الأموال والحاجات تقول لها، يعني في مشهد مهم جدا بتفرج عليه بتاع الطالب كريم ده، إن هي بتديله لا تمنهم 5 جنيه، فالست البنت اللي بتشتغل معاها تقول لها بصي على الناس، قدري الناس، مش عارف. فدي برضو شوية يعني مشاهد هايلة كتير قوي. حتى أماني قد عائلي بتاع الأستاذة العظيمة بوسي وميرفت أمين، أستاذ الله يرحمه عزة العلايلي الجميل، وتامر حمزة ومحمد رجاء، يعني الناس اللي كتبت وأخرجت، مش عايزة أنسى حد لأن المسلسل ده مليان ناس عظيمة جدا، بس أنا الدور بتاعي كان أماني قد عائلي المحجبة، فحاولت أن أنا أكون محجبة شكلا وموضوعا، حتى لما قالوا لي لازم تشتميها وتقولي فلانة وبتاع، كان في مريهان بتخانق معايا وكده، فقلت لهم إزاي دي هي محجبة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فقالوا لي يعني حتى أنا استندت لأفكاري بما إني محجبة للتعليقات على الدور بشكل يليق، وكانت محجبة شكلا وموضوعا، وأنا طبيعي مش ناقصة، يعني مش عاملة يعني كل حاجة شكليا مظبوطة، بس كمان الأهم إن هي داخليا تبقى مظبوطة. فده كان من الأدوار المهمة. كبريت الأحمر الجزء الثاني، الكارما اللي هي عيشة قنديشة المغاربة عارفينها كويس، إن هي بتاخد حق المظلوم من الظالم بنفسه، اللي بيسموها الكارما، يعني الظالم هيعاقب وبنفسه، وحق المظلوم هيرجع. ده برضو من المسلسلات الجميلة جدا. لو أنا قلت إن سيمون بما يحكم عرفت بيك، انا فكره من غير قطع كلامك، انا قصدت اقول لك الادوار الصغيره كده اللطيفه دي بس عشان تشوف ان هي على قد ما تبدو ان هي يعني ادوار قليله، على قد ما كل واحد ليه فكره مختلفه طبعاً، ومش نمطي، مهم جدا، لان اللي بتعمل بنت بلد مش شرط تعرف تعمل كونتيس، واللي بتعمل كونتيس مش شرط تعرف تعمل بنت. احنا برضو عندنا كونتيس واصلا من شبرا، انا اصلا صعيديه من قنا مصر، اجدادي من قنا مصر، وابويا ونزحوا الى المنصوره، فتولد ابويا في المنصوره الدقهليه، ومامتي من الشرقيه، وانا عشت حياتي كلها في شبرا. وعندنا لمجرد ان انت ممكن تعرف لغات او تغني في مهرجان الصداقة بين مصر واليونان، بالمناسبة بعد 4 سنين، عشان دايما في الجوجل تلاقيهم كاتبين ان دي بدايتي، لا طبعا دي بعد 4-5 سنين من بدايتي، جاء مهرجان الصداقة الاستاذ محمد شبل عشان نعمل اغنية باليوناني والمصري
فتعلمت شوية يوناني إيماني باسمينوس ستاسينيفا بتاو عشان أعرف المعاني اللي أنا بقولها والألفاظ اللي أنا بقولها، وقصدت إن إحنا نصورها في كل آثار مصر وسياحة مصر، رغم إن وقتها كان أغلب المطربين بيسافروا بره زي هشام عمل واحدة في الهند وقتها. فأنا شفت إن السياحة عندنا عظيمة جدا، وعشان أوري لك المكافأة جت إزاي، إن دي خدت جايزة أحسن أغنية سياحية في جنيف، مش أغنية، أجواء سياحية. فمش مجرد إن أنا بعرف شوية يوناني أبقى أصولي يونانية أو بتكلم فرنسي. أي حد بيكتب أي حاجة ما هو نفسي بس الحاجات دي تتصلح يا جماعة، وكله بيشهروا ومفيش حد بيتحرك يعني من حاجة. أصل تعبت من الحاجات دي. لا طبعا أنا أصولي وجذوري، وسأظل وفخورة بإن أنا مصرية، مصرية جدا، سيمون المصرية جدا، سيمون الحقيقية اللي عندها تصالح مع النفس وعندها حالة رضا كبيرة. أنا مبسوطة إن أنا كنت معاكي. أنا اللي مبسوطة كنت معاكي. وما أكونش طولت عليك. ده بالعكس، ده أنا اللي خايفة يكون الحوار طويل قوي. أنت قلت 10 دقايق ربع ساعة، فأنا شايفة إن إحنا خدنا يجي ساعة وي. شرفتينا ونورتينا يا سيمون. أنا اللي اتشرفت بيكم بالسادة الأفاضل اللي بيصورونا ومطلعينا جمال ومتشرفة بيكم. أنت جميلة دايما. أنت صديقي يعني. نشوفكم الحلقة الجاية ونجم جديد. نشوفكم بخير.